السلام عليكم، إن شاء الله بفيديو. طبعا توقفنا بالفيديو الماضي، عملنا تعريف للسلاب وعرفنا تعريف للبيم دروب بيم قررنا، والرينفورسمنت بار سايز بار رقم 6 قطره 6 باي رقم 18 رقم 18، يعني هاي هذا بيكون بالعادة جاي من الكود. تقدر إذا بدك تضيف أنت بار جديد يعني تقدر تضيف مثلا قطره كذا كذا، بس احنا الأقطار المشهورة عندنا هي 6 8 10 12 14 16 18 20 وهكذا، هذول الأقطار المشهورة عندنا فأموره تمام. شو اسمه التندون، حكينا احنا التندون يعني ما أخذته أنا أبدا يعني، فما بقدر إني أتحكم فيه. الكولوم حكينا بس نرسم بتعرفوا لحالهم، والوول والسويل حكينا يأثر لود باترنز. اللود باترنز اللي هي اللي احنا انواع الاحمال اللي عندنا. هسه احنا عندنا الديد لود وعندنا اللايف لود، بس احنا ما راح نخليه ديد. هسه احنا بنعرف انه الوزن الديد لود هو عباره عن وزن المنشأ نفسه، يعني كثافه الكونكريت في السماكه، وبنعرف انه الديد لود بيكون اللي هو حمل التشطيبات، حمل الفلور كفر، حمل القواطع وهكذا. فبالتالي احنا هون البرنامج بيميزهم، بحكي لك الديد لود وزن البيم هو بيحسب لحاله لما نحط احنا هاي واحد. فبالتالي طب انا كيف بدي اعرف وزن البلاط ووزن الهاي؟ بقول لك بتعمل اد نيو لود باترن وبتسميه هذا سوبر ديد لود، وبتخلي نوعه هون سوبر ديد. فبالتالي هسه الديد لود انت ما بتحط اي حمل ديد لود، هو مباشره اول ما يشوف مقطع كونكريت وبحسب سماكته وبحسب الوزن لحاله. واللايف لود هيو والسوبر ديد احنا بدنا نحطه، بس بنحطه صفر، لو حطينا واحد بصير يحسب، فاحنا ما بدنا اياه يحسب الوزن، احنا بنحسبه يدوي. ليش ما بدي اياه يحسب؟ انه هو ما بعرف شو بحسب، راح يصير يحسب زي الديد لود، فاحنا خلينا السوبر ديد تمام. هسا في بعض الناس بفصلهم تفصيل، كيف يعني؟ بيعمل السوبر ديد لود كالتالي، بفصلها لتفصيلين. افرض نشطبه، بقول لك بسميها فلور كفر ونوعها سوبر ديد كالعادة، وعندي بارتيشن برضو سوبر ديد. بس شو هذا، شو بفرق عن اللي انا عملته؟ انا هون بعمل الفلور كفر بحط الحمل لحاله اللي هي وزن الساند والموردر والتايلز، اما البارتيشن بعمله على المتر الطولي. كيف يعني على المتر الطولي؟ يعني انا برجع للمعماري الاصلي، المعماري والله حط هون في عندي جدار 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 هيك جدار بلوك اللي انا مسحتهم. خلينا نرجع للمخطط الاصلي واحكي لك شو اللي قصدي فيه. احنا مخططنا هذا قطعي، احنا نرجع لهون بس خليه يحمل يعني تمام، هي بلش يحمل. واحنا نرجع لهون نروح للمعماري، طبعا المعماري بلاقي هون حط لك هون حيط هون حيط هون حيط هون حيط وهكذا. من هاي الحيطان مكانها راح تحط بيمات تمام، يعني هون في انا عندي بيم هيك، انا عندي بيم هيك في حالة كانت سوليد سلاب، يعني اذا انا ناوي اعملها سوليد سلاب انا راح احط بيمات مكان ما عندي جدار في عندي بيم. شو بعمل؟ بحط هذا حمل البارتيشن بحطه على المتر الطولي، يعني بروح شايف هذا الخط عندي لود، انا بحط عندي لود. ايش مقدار هذا اللود؟ جدا خلينا نفتح الوورد بس افيك اللي شو بدنا نعمل. احنا بنعرف انه البارتيشن او الحمل القواطع والبارتيشن شو بده يساوي؟ بده يساوي انا القواطع بتكون عندي عباره عن بلوك، بحكي كثافه البلوك تمام كاما مضروب فيه. شو بعمل؟ ايش طول القاطع هذا؟ روح تحسب الطول هذا لحاله، هذا مثلا 4 متر و20 ضرب ايش؟ ارتفاعه من وين بجيب الارتفاع؟ ارتفاع القاطع بتروح مثلا هذا اي طابق، الطابق التسويه الاول المقترح، روح احنا هون مثلا والله هذا هيو، هاي تسويه ثانيه، هاي تسويه اولى، روح بجيب الارتفاع هذا اللي هو 3 متر مضروب 3. انا بجيب الحمل كيلو نيوتن كل متر. كثافه البلوك بالعاده 14 تمام. اني انا بدي احسب
احسب كل القواطع اللي عندي هون، كل الاطوال هذا وهذا، واصير احسب كل عمل هذا اللي انا عملته. هذا الحكي اللي بكثير. انا شو بعمل؟ انا كمان ايش لما اعمل هاي الشغله، لما احط انا مثلا والله القاطع هون القاطع هون، انا بنتبر اذا بدي احط بيم ثاني التصميم عندي بيفشل. فين بيفشل؟ يعني انت اذا حطيت والله احمال القواطع بس مكان ما عندي جدران هون، ممنوع اعمل غرفه ثانيه، ممنوع اعمل. افرض ان اجاني انا جيت بالمستقبل بدي هذا الحيط واحط مثلا حيط ثاني، مثلا تخيل انت عندك، انت بدك تحط غرفه جديده، الغرفه كبيره مثلا، هاي غرفه ليفنج روم كبيره، تروح تحط حيط هون. اذا بدك تحط حيط هون وكنت عامل حمل القواطع بالطريقه اللي انا حطيتها هسه هون، ممنوع، ممنوع السقف ممكن يفشل، احنا مش عارفين كيف مصممين السقف. عشان هيك انا اللي عملته، فبالتالي انت تخيل عندك لما انا هون حطيت ديشن جيني على كل خط روح تحط. انا لا، انا اللي بعمله بيختلف عن هيك. اللي بعمله انا بقول لك في عندي سوبر ديد لود، نوع سوبر ديد، اوكي. شو بعمل؟ بحكي والله المساحه عندي هاي كامله، مساحه كامله في عليها لود بارتيشن داره كذا، هسه متعلم حسابه. وبعدين بامكاني احط القواطع وين ما بدي، بحط قاطع هون، بحط هون، بحط هون. فافضل انك تعمل تعرف خلص التطريبات والفلور كفر مع بعض تحطهم. بدي تنتبه لشغله، المفروض بدك تيجي على دقيق بالضبط لما بتروح تحسب الطول هذا زائد هذا زائد هذا الصغير زائد هذا زائد هذا زائد الطول هذا زائد الطول هذا زائد الطول هذا، الاطوال هاي كلها تروح تجمعها مع بعض. تمام، تحط هون مجموع الاطوال بالمقل، تمام، ضرب في 3 اللي هو ارتفاع الطابق، بعطيني كل نيوتن لكل متر. الحين شو بعمل؟ اذا بدي اعمل متر مربع لازم انا اقسم على متر. ايش على متر؟ يعني اقسم على اقسم على مساحه الطابق، احسب على مساحه الطابق قديش مساحه الطابق معي بالهاي. هيك انا بطلع الوزن بالكيلو نيوتن لكل متر مربع. بطلع تقريبا 2.5 1.5 1.2 بالرينج هذا. احنا دائما بنفرض بس شو مكان الطابق، شو مكان كذا البارتيشن بالعاده 1.5 كيلو نيوتن متر. اي هذا البارتيشن بالعاده 1.5 كيلو نيوتن كل متر متر مربع، متر متر. تمام، بنفرض 1.5 كيلو نيوتن لكل متر مربع. طبعا هون نسيت احكي انه مضروب في السماكة، سماكة الجدار، سماكة الجدار اللي هو ترجع للاوتوكاد، ترجع للاوتوكاد اللي هي السماكة هاي. هذا قديش سماكته 10 سنتي. تمام، فانت تخيل انك عملت هذا الاشي كثير طويل. تمام، هذا كثير طويل، بيطلع الحمل معي بالكيلو نيوتن. بعدين اذا قسمته على الاريا للطابق، هذا كامل على الاريا للطابق، اريا فلور مثلا، تعطيك اللود بالكيلو نيوتن لكل متر مربع. بس بقول لك شو ما تحسب كثيره يطلع واحد، بس احنا بنفرض 1.5 سيفتي. هيك ساعتها بقدر احط انا عندي وين ما بدي، بقدر احط قواطع، وهذا الافضل، وهيك الناس بالعاده بتصمم. اما اذا بدك تحط والله الحمل القواطع على كل متر طولي، على كل متر طولي احط حمل قواطع، عمري ما بخلص. ولو بدي احسبهم بشكل دقيق برضه راح اطول، طلع قديش قاطع عندي. عشان هيك خلص افرضها 1.5 وريح حالك. طبعا بدك تنتبه القانون هنا على كثافه البلوك، كثافه البلوك بالعاده 14، ممكن تستعمل زجاج اذا بدك الواجهه زجاج، اذا عندك الواجهه حجر تفرق معك، تفرق معك حسب الواجهه، تفرق معك حسب الواجهه. هذا ايش 1.5 كيلو نيوتن لكل متر مربع. هيك انا ايش عرفت لود بارامترز. تمام، طبعا لسه انا ما اعطينا الاحمال، بس في عندي اللود كيسز. هاي اللود كيسز لايش بستعملها؟ هاي بستعملها عشان يحسب الديفليكشن. هسه الديفليكشن انا عندي طبعا بعمل كيس، هسه انا ممكن اعرف اللونج تيرم ديفليكشن بطريقتين. الطريقه الاولى احكي انا والله قديش الكيس الاولى، اول كيس، كيس 1 كيف بتكون عندي. انا رحت حطيت الديد لود، تمام، بقول لك نعمل كيس ثانية بتنتهي
بتبلش من كيس واحد، بعد ما انا احط الديد لود انا ايش بحط بعدين؟ شو بصير عندي؟ بصير والله عندي بحط السوبر ديد لود، حطيت الكراسي الكراسي البلاط، بعدين والله بعمل كيس ثالثه تنتهي من الكيس 2 انه بعد كيس 2، طبعا هاي كيس 2 انا مخربط الاسم، يعني هسه كيس 3 والله حطينا الليف لود مقداره ربع مثلا، وهكذا بتكمل للخمس كيسات، انه شلت الجكات حطيت الجكات تبعت السلاب وهكذا. هسه هذا الحكي طريقه معينه، وانه احط سستيند ليف لود ان هي ربع و25% وهكذا. فهسه انا ما بحب هاي الطريقه بصراحه، بحب الطريقه التاليه. انا بعرف كيس 1، كيس 1 هي عباره عن نون لينير اكراكت، هذول انت احفظهم مع انهم هم ماخذين كامل بالماده. انا ايش عندي احمال؟ عندي ديد وعندي ليف وعندي سوبر ديد، تمام. انا هون كل الاحمال عندي زي ما هي، بعدين بروح بعمل كوبي للكيس 1 وبسميها كيس 2، بقول لك انا عندي الليف لود، عندي سستيند ليف لود بمقدار ربع، برضه نون لينير كراكت، بعدين بعمل كوبي للكيس 2 بسميها كيس 3 برضه ربع، بس بعملها ايش؟ نون لينير كراكت لونج تيرم ديفليكشن. فهيك انا بعرف ثلاث حالات، نون لينير للديفليكشن، وهيك بكون عندي البرنامج راح يحسب الديفليكشن، هيك البرنامج راح يحسب للديفليكشن. لود باترن ليف وسوبر ديد، بعدين بنروح على لود كيسز. في عندي كيس 1 هي عبارة عن ديد وليف وسوبر ديد، الأحمال كلها موجودة نون لينير، بعدين عندي ديد وربع لايف وسوبر ديد نون لينير، بعدين في عندي كيس 3 ديد ولايف وسوبر ديد واللايف ربع نون لينير لونج تيرم ديفليكشن. هيك أنا البرنامج راح يحسب لونج تيرم ديفليكشن. هسا بضل علينا آخر مرحلة قبل الرسم واللي هي لود كومبينيشن. لود كومبينيشن بتقدر تعمل ديفولت وإحنا ملاش فيها كل كود اللي شغله. فالحالة الأولى working، شو working؟ إنه service load، يعني service، تمام. service بتكون عبارة عن الديد والسوبر ديد واللايف، حيث إنه بتجمعهم وهي إيش؟ service normal. في عندي كمان الألتيميت اللي أنا بصمم عليها، الألتيميت اللي هي عبارة عن الديد لود والسوبر ديد لود والليف لود، تمام. بس ايش هي القاعدة؟ 1.2 ديد 1.6 لايف 1.2 ديد. هاي السوبر ديد نفس الديد، بس الديد لود هون معناها وزن المنشأ، والسوبر ديد هي عبارة عن وزن التايلز والسوالف، هاي الساند والمورتر، هاي التيميت. وبعدين بعمل وحدة لللونج تيرم ديفليكشن، long term deflection هي عبارة عن case 1 case 2 case 3، حيث case 2 نحط ناقص 1 دائما، case 1 ناقص case 2 ناقص case 3، هيك بحسب لي long term deflection. طبعا هذا الحكي تفسيره بالتفصيل تأخذ بالار سي تبع قوانين اللمدة تبع 2 وطرحت وسوبر ديد و 75% وربع من هالحكي. فانت هون البرنامج احفظهم زي هيك وامشي. هيك انا عرفت اللود كومبينيشن. طبعا لو حطيت اد ديفولت بقدر انا على اي بدي هاي بعرفهم، فبس لا ما فيش داعي للاد ديفولت، هذول لحالهم بكفوا. انا عندي كمان، ترى في عندي كمان كومبو اللي هي ديد وسوبر ديد بس، واللي هي الفاكتور تبعها 1.4 ديد، اول معادله باللود كومبينيشن باللود فاكتور، بس انا هي ما بدي اياها، ما راح تعطيني هاي الليف لود اللي بتعطيني على اي شيء، عشان هيك ما بدي اعملها. فهذول الثلاث هم بكفوا. هيك تقريبا البرنامج قربنا نجهزه. هسه احنا عرفنا كل اشي بدنا اياه، ضل علينا ايش نعرف؟ ضل علينا نرسم ونحط الاحمال، نرسم ونحط الاحمال، نعمل تشيك نهائي قبل ما نبلش رسم. اول مرحله الماتيريالز عندي اياهم كونكريت 30 وزنها 25، هاي 4700 جذر في سي برايم، مقاومتها 30، اموري تمام. 280 200000 وزنه 77 280، هاي ما بتهمنيش، راح احطها 1000 مش مشكله، مش راح اصمم عليها. وال420 عندي 420 200000 77 اموري تمام. نيجي للسلاب، السلاب قررنا نعمل فلات 18 سنتي، اموري تمام. نتاكد انه هي، احنا ما بنطلع على الاسم، بنطلع على الخصائص،
طلع هون 180 ملي سيك، هاي مشهورين، سي 30 اهم اشي. تمام. البيم دروب بيم، احنا بدنا نرسم دروب بيم 30 ب 60، 30 30 ارتفاع 60، كفر 40، سي 30 420 280 اموري. تمام. الكولوم بنعرفها خلال الرسم، بس اهم شيء نتاكد انه الخاصيه الافتراضيه فيها انكلود اوتوماتيك زون. وبعدين في عندي الوول، عندي دبليو 20 200 سماكته 200 يعني، ودبليو 30 سماكته 300. بعدين بتاكد من اللود باترنز انه ديد ولايف وسوبر ديد. تمام. بعدين بتاكد من اللود كيسز ديد لايف فلو، هاي فلور كفر ترى راحت والبارتيشن راحت، احنا هاي في واحدة منهم غلط، مش مشكلة عادي، مش راح ياخذهم بعين الاعتبار البرنامج. بعدين اللود كومباينيشن تأكد منهم، اللونج تيرم ديفليكشن 1-1-1، الالتيميت 1.2 1.2 1.6، والوركينج وحدات. اموري تمام. هيك انا كل شيء عرفته جاهز. حاليا الفيديو الجاي راح يكون رسم، ويعطيكم ألف عافية.